شاب سعودي متعدد المواهب دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وكتب كتاب بعنوان شيوط واللي نقلنا فيه الأحداث التاريخية بأسلوب روائي جميل. نرحب معنا بضيفنا في الاستديو حاتم حسين حاتم، راح يكلمنا أكثر عن كتاب وقصة دخوله موسوعة جينيس. حياك الله حاتم. الله مرحبا. شو السالفة؟ إيش الكتاب وكيف دخل للموسوعة؟ لا، الكتاب ما دخل الموسوعة. أجل إيش بالضبط اللي كان دخل الموسوعة؟ أنا كنت من ضمن فريق مبرمجين اشتركوا في هاكاثون الحج 2018. أي. طبعاً أنا كنا تقريباً 2800 مطور من 52 دولة. ما شاء الله. في جدة كنا شغالين على أفكار برمجية نخدم فيها الحجاج. طبعاً في هذاك اليوم يعني اشتغلنا تقريباً 36 ساعة. كتبت فيها تقريبا مليون سطر برمجي. مليون سطر برمجي، يعني انت بتتكلم على الكودات. الكود، يا واو. طبعا في 36 ساعة متواصلة؟ اي، ما نمنا هذاك اليوم يعني. هذا عشان كذا دخلتم موسوعة جينيس. اي، دخلنا هذاك اليوم وطلعنا بفكرة اللي هو الساعة. الساعة واللي طبقوها في الحج الماضي، الساعة حق اللي هي الاسورة. اسورة الحاج. ايوه، اللي تحسب لهم موقعهم اذا ضاع، الاشياء دي. ممتاز. الانديكيتورز حقته الصحيه. ما شاء الله. طبعا هذه تختلف عن الكتاب. يعني انت ما شاء الله شخص متعدد المواهب، يعني مبرمج خلينا نقول، او يعني في علوم الحاسب وهذه الحاجات اللي انا مسكينه ما اعرف عنها حاجه، ما شاء الله عليك. كمان تتكلم بعض اللغات. نعم، اتكلم عربي وانجليزي واسباني والماني. هذه تعلمتها يعني بشكل شخصي ولا سافرت ودرستها ولا كيف؟ ايوه، رحت المانيا تعلمت هناك، بعدين جيت هنا السعوديه، هنا تقابلت مع اصدقاء لي كانوا يتحدثون اللغه الاسبانيه ودخلت مع متحدثين اصليين للغه الاسبانيه ومارست معهم اللغه. انت حابب تتعلم لغات؟ يعني عندك هذا الشيء؟ اي، بحكم انا مجال عملي في الرحلات السياحيه. صحيح. نقابل مثلا اجانب، نقابل، فأنا يهمني أني أنقل تراث وطني لهم بالطريقة اللي يفهمونها يعني. رائع، برافو. كتاب شيوط، لو تكلمنا عن هذا الكتاب، هو رواية، هو كتاب توثيقي، إيش بالضبط؟ إيش المحتوى؟ أنا طلعت بفكرة أنه بحكم أني قارئ منذ نعومة أظافري، طلعت بفكرة أنه أولاً أنا بديت أنظر على أن عندنا في الجزيرة العربية حضارات نضاهي بها الحضارات الأخرى، سواء كانت فرعونية أو صينية أو غير. نعم. بحكم الزخم المعرفي اللي عندنا، بس يبغى لها تسليط ضوء. بحكم قراءاتي التاريخية أنا طلعت بفكرة على أنه في، زي ما تعرفون، في نجران في محرقة الأخدود، وهذه كان يقودها ملك يهودي ضد نصارى نجران قبل الإسلام. وفي هذه مفارقة. المفارقة الأخرى 1952 كان نجران فيها يهود، وهجرهم ضابط مخابرات بريطاني مسيحي. يعني تقريبا نفس الموقف. هو نفس الموقف، اللهم هذولا هجرهم ملك يهودي وهذولا هجرهم مسيحي. في هذا الكونكلوجن أنا يعني كنت دائما أدخل في الصحاري، أقرأ النقوش الصخرية، ما شاء الله، أحاول أعرف الأوائل إيش يحاولون يقولوننا، إيش يحاولون يوصلوننا، والحمد لله يعني كنت أقرأ الخط المسند الجنوبي، النقش الثمودي، النقش السبعي، أقرأهم وفك رموزهم وأحاول. بعض الناس يطلع يكتب اسمه، بعض الناس يكتب موقف، بعض الملوك كان يجي يعني زي ما قال اخواننا المصريين علم عن مكان كذا، يحط توقيعه يعني اذا تصير في معركه، بس بصمه. ايوه بالضبط، يحط مثلا ضحاياه، مثلا يحط مثلا انه انا قضيت على الناس هذولا، يحط بعض الاحيان صوره سبايا، يحط صوره فهذه كلها لخصتها في الروايه حقتي. المفروض الروايه تكون بحث تاريخي، بس اني فضلت انها تكون روايه وتكون ممتعة للقارئ يعني. يعني انت مزجت الخيال بالتاريخ. طب كذا يعني ما تحس انه مثلا ممكن في احداث غيرتها، او في اشياء مثلا القارئ قد يفهمها انه هذا حدث بينما هو خيال؟ كيف الواحد يقدر يفرق بين الموضوعين هذول؟ هي ممارسة اصلا، انه بعض الاحيان لما تقرين التاريخ تلقين فيه
فراغات. في فراغات يعني انت لازم تملينها بالخيال. او بعض الكتاب او بعض المؤرخين تلقينه بعض الاحيان يكتب من عنده بس على 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 اساس انه بس يملى الموسوعه حقته، او سرديات ناس. احنا كبشر بعض الاحيان لما تجيك قصه وما تجيك كامله، عقلك اللاواعي بشكل تلقائي هو يعبيها من عنده او يحللها او يحط لها سيناريوهات من عنده. مظبوط. فهذا الشيء انا تفاديته لما رحت للروايه، لان اللي يقرا الروايه هو مو متوقع انه يقرا شيء حقيقه، بس هو بيقرا قصه، والقصه هذه استوحيتها من التاريخ والحقيقه. طبعا انت في نفس الكتاب زي ما تفضلت تطرقت الى الحرب العالميه الثانيه وادولف هتلر ويهود نجران زي ما تفضلت من شويه، كيف قدرت تعمل هذه الحبكه وكيف تطرقت لهذه النقاط كلها؟ اولا احنا في التاريخ او في الميثولوجيا بصفه عامه احنا جزء من العالم، يعني ابدا لم نكن ولن نكن منعزلين. اي شيء يحصل في اي مكان في العالم هو بيأثر فينا. حرب مثلا في مكان ما تأثر علينا في السوق السعودي مثلا. فاحنا جزء من العالم هذا، والحرب العالمية في وقتها كان لها أصداء، وكان يعني في نجران كان فيه أقلية يهودية وكانوا متأثرين باللي قاعد يحصل لجماعتهم اليهود اللي موجودين في ألمانيا، بحكم كان بينهم أصلا مراسلات، كان بينهم سفريات، كانوا متأثرين بطريقة ما وعندهم رغبات معينة. إيش مصادرك حاتم في هذه الأمور؟ أنا قارئ منذ نعمة الله، من القراءات الكتب يعني كنت التاريخ. أقرأ مثلا نقوش أركولوجية، كنت أقرأ كتب، كنت أجلس مع كبار السن أخذ وأعطي معهم. جميل. كنت تبحث بنفسك يعني في التاريخ؟ أبحث بنفسي يعني. يعني القراءة بالنسبة لي يعني حياة. تحمست أني أقرأ هذه الرواية يعني صراحة، بس أنه كلمة شيوط، ليش شيوط وايش يعني شيوط؟ اعذرني يعني انا ماني عارفه معناها. شيوط هي اصلا نطقها مو بشيوط، شيوط هي نطقها شيوط كذا. شيوط؟ شيوط. شيوط. ايوه. هذه معناها النار باللغه الحميريه القديمه. طبعا اللغه الحميريه زي ما في مصر يقول لك النار شاطت. بالضبط. من شيطة النار. بالضبط. أيها. شيطة النار او اشتط غضبا. طيب. يعني الله اشتط غضبا. في اللغه الحميريه هي احد اللغات القديمه اللي انصهرت مع اللغة العربية، يعني احتوتها اللغة العربية واخذت منها مصطلحات وصارت رائدة. يعني مثل كلمة ولد أو واد. في مصطلحات أيضا في القرآن الكريم هي مصطلحات حميرية. كذلك لا زال في قبائل في جنوب الجزيرة العربية يتكلمون اللهجات الحميرية، الشحرية، المهرية، كذلك فيه موجودين في إثيوبيا. إلى اليوم؟ إلى اليوم. يتكلمون اللغة الشحرية، يتكلمون اللغة المهرية، كذلك اللغة الأمهرية في إثيوبيا. مظبوط. يتكلمون هذه اللغة. وأثرت بطريقة ما، فأنا بحكم أنها كانت في الحقبة هذيك اللي الحدث اللي هو محرقة الأخدود، وكانوا يمارسون النوع هذا من اللغة، فأنا استوحيت الكلمة هذه معنى النار. الشيوط اللي هي النار. من هنا جاءت اسم شيوط. حلو. يعني صراحة الرواية أو الكتاب بصراحة يبدو أنه مثير أن الواحد يقرأ، وهذا حمستني صراحة على الموضوع. لكن خليني أرجع لك لاهتمامك بالتاريخ والأماكن التراثية والسياحية، وأنك تذهب وتسافر بنفسك وتستكشف. كيف بدأ معك هذا الموضوع وليش مهتم فيه؟ والله أنا مغامر يعني، وغواص معتمد، وهايكر، متسلق جبال. ما شاء الله. حرفيا أنا كنت أمارس هذا الشيء لنفسي، يعني أجد نفسي فيه. بعدين مع التطور الحالي الآن ومختلف الناس حابين يستفيدون من خبراتنا، يستفيدون من جمال الطبيعة اللي عندنا، تنوع ثقافي، تنوع جغرافي، تنوع العمراني عندنا، التاريخ اللي عندنا، التاريخ اللي تقرينه في كل صخرة، تقرينه في أي معلم أمامك، سواء في علا أو في تبوك أو في الجنوب، يعني أو في الجنوب أو في أماكن كثير. نعم. فمن هنا جاءت الفكرة أنه إيش رأيك أجمع الخبرات هذه كلها وأعطيها للناس بشكل يجذبهم. وهذا أحد يعني أبرز نقاط في
الرؤية 2030. مظبوط مظبوط. طيب حاتم أنا هسألك، أنت الآن قلت أخذت أنا جمعت كل هذه الخبرات وحطيتها وحبيت أنقلها للناس، أنا أعرف كمان أنك عندك فريق وتمارسوا هذا وتساعدوا الناس ان هم يتعرفوا على معالم سياحيه يمكن في الرياض وخارج الرياض بطريقه تخدم زي ما تفضلت الرؤيه والتعرف على، لو تقول لي اكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. طيب هنا في السعوديه بتلقين لو نزلت الشارع بتلقين في شباب كثير عندهم مواهب. صحيح. يعني بعض الناس يحبون يعدلون سياراتهم، بعض الناس هواه في الطيران الشراعي لنفسهم، يعني هم انا عالم هو. فلما تاخذينهم مع بعض كلهم تحطينهم في فريق واحد وتقدمون تجربة جميلة للمشاركين او المغامرين او حتى السياح، يعني الحين جونا سياح، هذا الشيء يعطيهم اكسبيرينس جميلة. وهذا اللي شفناه، يعني احنا لاحظنا انه هي اصلا بدت هوايات متعددة، جينا وحطينا لهم مثلا باكج معين او حطينا لهم مغامرات معينة، هم في العالم انبسطت استحسنت، كذلك وجدنا دعم وجدنا قبول من الناس. فهذه احد الاسباب او المحفزات لنحن نحضر بشكل قوي في السوق ونقدم اشياء حلوه في المملكه العربيه السعوديه. كويس. كشاب متعدد المواهب ما شاء الله ومهتم بالتاريخ والتراث والهوايات المختلفه والسياحه، ايش طموحك في هذا المجال؟ وايضا كاتب يعني ما شاء الله. والله يا استاذ ريم بصراحه انا ما ادري. ما تدري؟ جد انا بالنسبه لي لا اضع لنفسي خطط. ممتاز. اي فرصه تسنح امامي اتخذها، بعض الاحيان ما ادري الفرصه هذه اللي ايش وراها، ايش ممكن تحقق لي. ولكن جميع الخيارات متاحه. اي جميع الخيارات متاحه، يعني بتعرف على شخص ما، الشخص هذا بعد فتره بيفتح لي فرص من سالفه، من حديث، من خبره، من تعارف. أنا مجملاً يعني أحب أكون إنسان مفيد جداً، أحب أعطي، أحب أستفيد من الناس. يعني أغلب اللي أنا أملكه أو أغلب الإنجازات اللي أنا سويتها هي تراكمات معرفية أو علاقات هي فادتني في الموضوع ده. وجميل أنك تشاركها مع الناس. نعم. حاتم شكراً لوجودك. الله يحفظكم. شكراً لكم. شكراً لكم. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين معكم. بعد الفاصل الممثلة هيلدا ياسين تتحدث عن آخر أعمالها.